لنا العاقبة. قال الإمام الحسن عليه السلام: إن الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه وأنزل علينا وحيه، وإن الله لم يبعث نبيا إلا اختار له نفسا ورهطا وبيتا، ونحن نفس محمد ورهطه وأهل بيته، فوالذي بعث محمدا بالحق لا ينتقص من حقنا أهل البيت أحد، إلا نقصه الله من حقه مثله من عاجل دنياه وآخرته، ولا يكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة، ولتعلمن نبأه بعد حين.